داخله من السعوديه، عايزين ندخل اكتر في كواليس مباراه القمه غدا. معانا المعلق السعودي الكبير استاذ عبد الله الغمدي. مساء الخير، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا كابتن مينا، حياك الله، فرصه طيبه اني اتواجد في قناه النادي الملكي الكبير جدا، والتحيه لك موصوله، والتحيه للكابتن الكبير حسام باولو ولكل مشاهدي هذه القناه ومستمعيها. اهلا بحضرتك. يمكن معلوماتي اللي عندي ان حضرتك محب وعاشق لنادي الزمالك، فبالتاكيد لازم اذكر حاجه زي كده قبل ما اسال حضرتك عن ازاي شايف اقامه نهائي كاس مصر لاول مره في بلدنا الثانيه السعوديه. والله هذا شرف كبير جدا، اعتقد ان المملكه العربيه السعوديه اكتسبت يعني حق استضافه هذا الحدث المصري الكبير جدا، ويعني بالتاكيد يعني نهائي ما بين الزمالك ومصر، هذا الزمالك والاهلي، هذا بحد ذاته حدث كبير جدا، وحدث نسعد ونتشرف فيه حقيقه كسعوديين ان يتواجدون الاشقاء في بلدنا الثاني، في مصر الحبيبه، في ام الدنيا، انهم يتواجدون عندنا في الرياض، ولاول مره في تاريخ هذه البطوله بالتحديد ان تقام في العاصمه السعوديه الرياض خارج مصر. فهذا اكيد شرف كبير، وان يتواجد الفريقين ضد بعض وسط حضور جماهيري مكتمل العدد من الجماهير المصريه، من الجماهير السعوديه، من الجماهير العربيه بشكل عام، حدث كبير جدا حقيقه. هذه السنه يعني الحمد لله يعني سنه خير في بدايتها، يعني كان عندنا السوبر الاسباني، من ثم السوبر الايطالي، بعد كذا جانا كاس موسم الرياض بحضور ليونيل ميسي، والان ياتيك الزمالك والنادي الاهلي في نهائي كاس مصر في الرياض. الحمد لله احداث متسابقه متسارعه، وهذا دل على النمو الكبير الذي تشهده المنطقه، وان شاء الله تعالى انه يكون نهائي يليق بسمعه الكره المصريه ويليق بسمعه الكره العربيه وبهذين الكبيرين اللي يتواجدون في واحده من المباريات المنتظره بكل تاكيد. يعني عايز اسال حضرتك ايه اخر الاستعدادات للنهائي؟ يمكن في استعدادات كتير ومفاجات كتير، وايضا بكره في حفل قبل المباراه، فعايز اسال حضرتك عن اخر استعدادات لمباراه النهائي غدا. النهائي في استعدادات كبيره جدا، فيه الحفل المقام قبل المباراه، فيه الفعاليات المصاحبه في ساحه الملعب، هذه الفعاليات اللي تقدم للحضور، لعوائل اللاعبين، للأطفال كذلك. بعد ما تدخل الملعب حيكون في حفل أيضا قبل بداية المباراة، في أيضا بين الشوطين في بعض الفعاليات المصاحبة، نهاية المباراة إن شاء الله تعالى. فقدامنا عرس كروي كبير جدا جدا جدا، صدقني إن أي واحد بكرة راح يكون حاضر في ملعب المباراة راح يطلع هو مستمتع نهاية المباراة بالأحداث اللي راح يشوفها، بالأشياء المصاحبة الجميلة. الحمد لله أنا كنت متواجد في نهاية السوبر الأسباني والإيطالي، وغدا إن شاء الله تعالى أيضا راح أحرص بشكل كبير جدا أن يكون موجود في نهاية كأس مصر الغالي جدا.